أهلا وسهلا فيكم أحبائي بحلقة جديدة من برنامج أكثر جدا مما نطلب. حلقة اليوم بعنوان ألوهية الرب يسوع المسيح. مؤخرا شفت على وسائل التواصل هجوم على المسيحيين عموما بسبب ألوهية المسيح. اللي لفتني بالموضوع مش هجوم غير المسيحيين، إنما العدد الكبير من المسيحيين اللي مش حافظين الثوابت. موضوع ألوهية المسيح لازم ولد صار فوق 7 سنين لما تسأله ليه يسوع هو ربنا يجاوبك بسرعة ويقول يسوع هو ربنا بسبب هالنقطة وهالنقطة وهالنقطة ويعدهم كلهم ورا بعض. هيك لازم يكون. بس للأسف بتشوفوا شباب معظم وقتهم بالكنيسة بالشبيبة أو الحركة أو أي نشاط كنسي تاني وما بيقفوا قداس. بيجي واحد مش فاهم شي بيقول له لهالشخص ثبت لي إنه يسوع هو ربنا، بيتلبكوا وما بيعرف هالشخص يجاوب أو بيجاوب غلط وبيكون سبب تاني للاستهزاء بالمسيحيين اللي ما بيعرفوا عقيدتهم وأساس إيمانهم. لهيك قررت أعمل هالحلقة وبتمنى على الجميع يعيدوا هالحلقة على القليل 5 مرات ليحفظ كل اللي فيها، لأنه هالشي مش اختياري عند المسيحي، هيدا إجباري، لأنه حياتنا كلها تتمحور حول الرب يسوع المسيح إلهنا القدوس. إذا أنت معتبر حالك مسيحي ومش عارف تثبت إنه يسوع هو ربنا وإلهنا، يعني عندك مشكلة كبيرة بمسيحيتك. لو إنه كتار بيناتكن بيعرفوا اللي بدي أقوله، بس رح عيد ونظم الأفكار بنقاط واضحة لنحفظن كلنا مثل ما نحن حافظين قانون الإيمان. إثبات لاهوت المسيح أنا لخصته ب7 نقاط صريحة. أول نقطة، صفات الألوهية بالمسيح، يعني صفات المسيح. تاني نقطة، أعمال المسيح. تالت نقطة، أقوال المسيح. رابع نقطة، قيامة المسيح. خامس نقطة، النبوءات والأنبياء. وسادس نقطة، شهادة الثالوث الأقدس. والنقطة الأخيرة وهي 7، الرسل والكنيسة. أحبائي، من بعد ما استعرضنا 7 نقاط اللي رح نحكي فيهم بالتفصيل نقطة ورا نقطة، منكمل هالحلقة بعد هالوقفة. Receive the Holy Spirit. Go like lambs among wolves. Make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teach them the gospel and the commandments I gave you. Now, I am leaving the world again and going to the Father. أحبائي، إذا إجا شخص يقول لي أنت ليه خليت يسوع إله؟ بقول له مش أنا اللي عملته إله، بالعكس تماما. لكن الشيطان أحبائي حاول دايما من وقت صعود المسيح قدام تلاميذه على السماء يزرع أفكار كذب وتشويش، وكل مرة كذبة. قبل كان يقنع الناس أنه المسيح مش شخصية حقيقية، وكتار صدقوا،
لحد ما علماء وملحدين أكدوا وجود المسيح بالتاريخ بمئات الأدلة، وسقطت هالكذبة. الكذبة الثانية إنه الأناجيل محرفة، وطبعاً كذبة مش مظبوطة، وعدد كبير من الناس صدقوا هالكذبة لحد ما ظهرت مخطوطات من القرن الأول وثبتت صحة الأناجيل وسقطت هالكذبة. أما كذبة العصر اليوم هي إنه المسيح مش ربنا ومش إله، والمسيحيين هن عم يعبدوا إنسان وهن عملوا من المسيح إله. وصار الوقت أحبائي تسقط كمان هالكذبة، ونعرف كلنا نثبت ليه الرب يسوع المسيح هو إلهنا وربنا ومخلصنا. المسيح شو صفاته وشو أعماله وشو هي أقواله وقيامته؟ أربع أشياء بتخص المسيح وبتثبت إنه إله، وأهم وحدة فيهم قيامته. نحن اللي منقول المسيح قام لأنه معناتها بكل بساطة إنه المسيح هو إلهنا. إذا المسيح قام من الموت يعني هو إله، لأنه هيدا مش شغل بشر. ما في نبي أو رسول أو أي إنسان بكل التاريخ البشرية قام من الموت بإرادته، هيدا شيء مش ممكن ومش موجود. ممكن نلاقي شخص بصلاته وبإيمانه قدر يقوم ميت، لكن مش بقوته، بإرادة إلهنا القدوس. أما إنسان مات عن جد وقام عن جد من الموت بقوته وبإرادته هو، هيدا أكيد ربنا. لهالسبب الرب يسوع المسيح ترك التلاميذ مش واضحة عندهم فكرة ألوهيته إلا لبعد القيامة، وبعدين خلص كشف لهم كل الأسرار عنه وصاروا يبشروا كلهم بالقيامة. شو يعني؟ يعني عم بيبشروا إنه المسيح إلهنا القدوس ربنا. تعوا أحبائي ناخد كل النقاط اللي عديناهن نقطة نقطة. أول نقطة صفات المسيح. ليه المسيح هو ربنا؟ لأنه صاحب سلطان مطلق. مش موجود أي إنسان بالتاريخ، بكل التاريخ اللي قطع، عنده سلطان مطلق. اللي بيقرأ منكم إنجيل مرقس ومن أول فصل، وهيدا أحبائي أول إصحاح انكتب بالعهد الجديد، مركز القديس على هالنقطة ومبين كيف المسيح عنده سلطان على خمس أشياء: سلطان على الشياطين، سلطان على البحر، سلطان على الأمراض، سلطان على الغفران، وسلطان الكلمة. كلك أحبائي بأول إصحاح من إنجيل مرقس. هيدا سلطان مطلق ومش موجود عند البشر. أي إنسان قطع بالتاريخ عنده ضعف بميلي، ما في إنسان كامل أبدا. أما عند المسيح في سلطان كامل، ما حدا أبدا في يقول للمسيح لا. من صفات الرب يسوع المسيح أنه بيعرف المخفي عند الشخص، وهالشي واضح بالأناجيل. لما بيقول إنجيل مرقس: فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ المسيح أحبائي بيعرف أنا بشو عم فكر وبشو عم حس. هيدا الشي مش ممكن أي إنسان يعرفه. ما في ولا جهة ممكن تعرف كل الخفايا إلا الإله القدوس. من صفات المسيح كمان إنه ما بيخطئ أبداً، وهالشي قاله الرب يسوع بإنجيل يوحنا لما قال: من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟
أحبائي، الرب يسوع المسيح هو بار قدوس مطلق القداسة، ما في ولا ثغرة. من صفات المسيح أنه هو مولود قبل كل الدهور، بمعنى أنه المسيح جاي على عالمنا بإرادته. ما في إنسان دخل على الدنيا بإرادته، ببساطة لأنه أصلاً كلنا ما كنا موجودين لحتى نقرر نفوت على الدنيا بمزاجنا. إنما الرب يسوع المسيح ولد من العذراء بمزاجه، مات بمزاجه، قام من الموت بمزاجه، لأنه هو مولود من الآب قبل كل الدهور، ومش ولادة جسدية مثل ما البعض بيفكر. أبداً، مولود نور من نور، إله حق من إله حق منذ الأزل. لأنه أحبائي بكل بساطة، من صفات المسيح هي الأزلية. الأمواج تغمرنا، أنقذنا يا يسوع. يسوع سيخلصنا. أين إيمانكم؟ أول نقطة حكينا عنها هي صفات الألوهة بالمسيح، وتاني نقطة هي أعمال المسيح، يعني الأعمال اللي بتخص الإله. في أعمال مش ممكن يعملها إلا ربنا بس، إلهنا بس، والرب يسوع المسيح عمل أعمال بس بتخص الإله. إذا الإله بيخلق، المسيح خلق، وهيدا الشيء واضح تماماً بقصة المولود أعمى. الإله هو وحده بيغفر الخطايا، المسيح غفر، ومش بس هيك، أعلن إنه هو صاحب غفران لدرجة أحبائي هن قالوا عن المسيح بإنجيل مرقس: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ المسيح بيغفر الخطايا عن جد، وسلم بعدين هالسلطان لتلاميذه بس باسمه، لأنه هيدا سلطانه هو. من أعمال المسيح كمان عمل الرعاية والشفاء، بمعنى العناية بكل شيء، وهيدا الشيء كان واضح أحبائي بقصة المخلع. قال الرب يسوع المسيح بإنجيل يوحنا: فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. عم بيقول إلهنا القدوس لربنا عم يعمله بالسماء، أنا عم بعمل مثله على الأرض، لدرجة إنه اليهود فهموا شو عم يقول وغضبوا وقالوا له: عم بتقول عن حالك إنك إله؟ قال لهم: صح، أنا والآب واحد. لهالسبب أحبائي بإنجيل يوحنا الإصحاح 5 كانوا رح يرجموه. عمل الرعاية والعناية الممثل بشفاء الأمراض. وكمان لما المسيح كان عم يحكي عن الطبيعة، شو قال إلهنا؟ قال: أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. أحبائي، يعني الكون كله ماشي بأمر إلهنا، بكلمة منه. كمان من أعمال الرب يسوع المسيح عمل الشريعة. مين اللي بينزل الشريعة الإلهية؟
بس الإله وحده، إلهنا القدوس هو اللي نزل الشريعة اللي بتقول لا تقتل لا تزني. ولما الرب يسوع المسيح بيقول الآية بإنجيل متى: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقة يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. معقول يا يسوع أنت عم بتزيد على كلام ربنا؟ أكيد أحبائي، لأنه هو ربنا. كلمة أما أنا مين بيتجرأ يقولها؟ ما حدا قدر يقولها بالتاريخ كله إلا الرب يسوع المسيح، لأنه هو إلهنا القدوس. إذن المسيح إله لأنه صفاته إلهية ولأنه أعماله إلهية. يمكن في ناس مش قادرة تستوعب وتقول كيف هو إلهنا وكان يأكل ويشرب. هيدي أحبائي رح نحكي عنها بعدين، بس لازم ما ننسى ولا لحظة إنه طبيعته الإلهية للمسيح ما لغيت طبيعته البشرية. كون المسيح إنسان مثلك بكل شيء بشري ما عدا الخطية، لأنه الخطية مش جزء أصيل من الطبيعة البشرية. هيدا كله ما بيلغي أبداً إنه صفاته الإلهية للمسيح مستقرة فيه دايماً وبشكل مطلق. Rabbi, you must not speak so. That's blasphemy. Only God can forgive sins. Which of these is easier? To say your sins are forgiven you, or rise up and walk home? The Son of Man has the power to forgive sins. Rise and walk home. النقطة الثالثة أحبائي اللي بتثبت ألوهية المسيح هي أقواله. بعض العلماء قالوا المسيح قال أنا ربنا، وفي مئات الإثباتات من الأناجيل، وما في إلا الأعمى ما بيشوف أو اللي رافض يشوف لأسباب خاصة فيه. المهم إنه المسيح عم بيقول أنا ربنا. إما هو كذاب أو غشاش وهالشي رح يبين من شخصيته، أو حقيقة وعن جد هو الإله المتجسد. لنقدر نجاوب على هالشي لازم ندرس حياة المسيح على الأرض. بحسب كلامه ووعوده وأسلوبه مستحيل المسيح يكون كذاب أو مدعي، وهيدا الشي بشهادة جيله اللي عاصروه. ولا مرة قال المسيح كلمة وطلعت غلط، ولما يقول أنا ربنا يعني أكيد مش غلط وهو ربنا. المسيح بكل بساطة قال أنا هو، وكل اليهود كانوا فاهمين هالكلمة. أنا هو يعني أنا يهوى، يعني أنا هو الإله، أنا هو الآتي. وكان يوصف المسيح مع هالكلمة صفات الإله من بعده. مثلاً
كان يقول: ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. كمان قال إلهنا القدوس: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. أحبائي، مش ممكن إنسان طبيعي يقدر يقول عن حاله أنا هو النور أو أنا هو الحياة، مش ممكن، وما تجرأ حدا يقولها بتاريخ البشرية كله. أنا هو القيامة، أنا هو الراعي الصالح، معنات هالكلام يعني أنا هو الإله. وكان عم يعطي وصف زيادة كل مرة. لهالسبب كذا مرة اليهود كان بدهم يرجموه، ببساطة لأنه فهموا الكلام منيح وجنوا. ونحن عم نحكي من 2000 سنة، وللأسف في أشخاص بعصرنا مع كل التطور مش قادرين يفهموا كلام المسيح ولا يستوعبوا أي كلمة. اليهود كانوا عارفين المسيح شو عم بيقول، كانوا عارفين إنه عم بيقول أنا هو كلمة الإله المتجسد، أنا هو الإله المنظور، فكانوا مضايقين منه ومعصبين. واللي كان يصدق المسيح كان يسجد له مثل المولود أعمى، أو مثل السامرية اللي تركت كل شيء وراحت جابت كل الضيعة لعنده لأنه فرحان. كمان أحبائي، لما قال المسيح كلمة واضحة كتير، لما تكون عم تحكي مع أعداء ألوهية المسيح بيجيب لك آيات وبيخبي الآيات التانية، تماما مثل أسلوب الشيطان بتجربة المسيح على الجبل، دايما أسلوب إبليس أنصاف الآيات. المسيح قال بوضوح، بوضوح تام، قال أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أحبائي، لأنه الكلام مفهوم تماما عند اليهود، كلمة الآب عند اليهود معناتها الإله، فهموا على المسيح كتير منيح، ولهيك ركضوا يرجموه بحقد وبجنون. لما قال الرب يسوع المسيح للمولود أعمى شو قال له أحبائي؟ بإنجيل يوحنا: فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. أحبائي، من بعد ما قرينا هالآيات الحلوة، لما سجد الأعمى ما رفض المسيح السجود وما قال له ما تسجد، بالعكس المسيح طوبه للأعمى على السجود وقال له هيدا الصح. حتى لما قال الرب يسوع المسيح: أنا مملكتي ليست من هذا العالم، هو مملكته السما. ما في أي إنسان أحبائي بيقدر يقول هالكلمة ويعلن هالحقيقة إلا ربنا. مين بيسترجي يقول أنا ملك الحياة الأبدية؟ لا نبي ولا رسول ولا حدا. لكن صار فينا نقول لهلأ يسوع هو إلهنا، والدليل صفاته وأعماله وأقواله،
وهون أحبائي بعد ما حكيت عن المعجزات، المسيح كان يعمل كل المعجزات بإرادته بنفسه وبسلطانه، أما الباقيين اللي عملوا معجزات كانوا عم يعملوه بسلطان المسيح ومش بقوتهم ولا بسلطانهم. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والأب واحد. تناول اليهود أيضا حجارة ليرجوها. أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً. وصلنا أحبائي للنقطة الرابعة اللي بتثبت ألوهية الرب يسوع المسيح، وهي قيامته. بس رح نكمل الجزء الثاني من حلقة ألوهية السيد المسيح الأسبوع اللي جاي. بتمنى تركزوا على كل كلمة سمعتوها بالحلقة وتعيدوا الكلام مرات كتيرة. لازم تفتخر إنك مسيحي وتعرف تجاوب وتقول ليه الرب يسوع المسيح هو إله قدوس ملك الملوك ورب الأرباب، ويكون عندك ثقة بنفسك وأفكارك واضحة، وهيك رح تكون كمان عم تشهد للمسيح بطريقة غير مباشرة. بحبكن كتير والرب يبارك الجميع ويعطيكن الصحة. انتظروني الأسبوع اللي جاي لنكمل هالحلقة. المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الأبدين، آمين.